أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، مرحبا بكم يا شباب في برنامجكم وزدناهم هدى. النهاردة عايزين نتكلم شوية على الفترة اللي بنمر بيها، شوية بتحس إنك مكتئب، شوية بتحس إنك متضايق، شوية بتحس إنك انطوائي قافل على نفسك أوضتك ومش عايز تكلم حد، قاعد في عزلة مع نفسك، لا طايق التليفون ولا طايق أهلك ولا طايق أصحابك ولا طايق تخرج، وقافل على نفسك الأوضة. إزاي يا حبيب قلبي وإنت في شهر السعادة؟ إزاي وإنت في شهر انشراح الصدر؟ إزاي وإنت في شهر وليالي وأيام كلها أنوار وبركات ونفحات من الله ومن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنت بتضيع أحلى أيام عمرك. لأ، قوم، سيبك من الانطوائية اللي انت فيها، الاكتئاب اللي انت فيه، خلي بالك انت في اسعد لحظات ايام شبابك وحياتك وعمرك، اوعى تضيع منك، ما تخليهاش تضيع منك في لحظات زي كده، اوعى الشيطان يتمكن منك وتقعد بقى تقفل على نفسك الاوضه وما انتش لاقي لنفسك حل. قوم بسرعه، انفض الغبار عنك، انفض الغطاء عنك، وابتدي اول حاجة تعملها تذكر ربنا سبحانه وتعالى. اصل الحالة اللي حصلت دي قد يكون عشان انت شوية بعيد عن ربنا، فربنا سبحانه وتعالى بيعمل لك كده شدة، خنقة كده صغيرة علشان ترجع، علشان تفوق. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يا الله، أيوة، معيشة ضنكة، تحس كده فجأة إن قلبك مقفول، صدرك مقفول من كل حاجة. راجع نفسك مع ربنا، ده إنذار من ربنا سبحانه وتعالى بيقولك خلي بالك، لو أنت بعيد عن منهج ربنا هتفضل كده. لو كل متع الدنيا معاك، لو معاك أحسن موبايل، لو معاك أحسن صحبة، لو طالع الأول على الدفعة، لو كل حاجة متوفرة لك، بس انت بعيد عن منهج ربنا، والله هتتعب، هتدخل في الحالة دي على طول، هتفضل فيها ما انتش طالع. خلي بالك، اوعى تعرض عن ذكر ربنا. ربنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. التاني بقى اللي وصل للمرحلة دي بقول له العلاج الفوري: شيل الغبار، شيل الغطاء، ويلا ابدأ أذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان تدخل نفسك في الأنوار، تنشل نفسك من الاكتئاب، من الانطوائية، إلى حضرة الذات، إلى حضرة العلي الأعلى، إلى حضرة ربنا سبحانه وتعالى. اعمل عمل صالح، يلا شوف بقى الجمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيه الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام على الجمال. فلنحيينه حياة طيبة، تبقى عايش كده زي الفراشة كده، كل حياتك ماشية ما شاء الله تبارك الله، مستقبلك، نجاحك، قرارات حياتك، تفوقك، أصدقائك، أهلك، كل حياتك ماشية زي ما انت عايز وأحلى. ليه؟ علشان انت ماشي في طريق ربنا صح، شاب نشأ في طاعة الله. قررت معايا ان رمضان 2024 يكون رمضان مختلف، رمضان الانطلاقة، رمضان التغيير، رمضان النجاح والتفوق. أيوة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، اسمعوا يا بنات، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللي هيعيشك أحلى عيشة العمل الصالح، مش حاجة تانية. اللي هيعيشك أحلى حياة العمل الصالح، طريق ربنا، مش حاجة تانية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده منهج القرآن لأي حد حاسس إنه في حالة اكتئاب، حاسس إنه متضايق. يبقى رقم واحد ذكر ربنا. خد معايا رقم اتنين دلوقتي وفورا، حط إيدك على صدرك وقول معايا: رب اشرح لي صدري. أيوة، قول رب اشرح لي صدري. قول كمان: ألم نشرح لك صدرك. قول كمان: ويشفي صدور قوم مؤمنين. دي آيات شرح الصدر،
خليها معاك دايما، مش هتوصل لمرحلة الاكتئاب والانطوائية اللي انت فيها. رقم 3، دور بقى على الصحبة الصالحة اللي هتقدر تخرجك وتنشلك من الحال اللي انت فيه. ما انت مش هتفضل قافل على نفسك والاب والام بره قلقانين عليك، قلقانين على احلى فترة انت بتقضيها، لا عايز تسمع حد ولا عايز تكلم حد ولا عايز تشوف حد. طب وبعدين؟ في اب وام مستنيين مستقبلك، مستنيين نجاحك، مستنيين تفوقك، مستنيين الزرعة اللي زرعوها ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم بيها ويفرحوا بيها. رقم 3، دور على صحبة صالحة. شوف اكتر صاحب ممكن ترتاح له، ممكن ياخد بايدك لطريق الخير، ممكن يساعدك من الاكتئاب اللي انت فيه ده، من الانطوائية، ويحطك كده في حتة حلوة، يساعدك كده في حتة حلوة. اوعى تعالج الاكتئاب انك تعالج نفسك باكتئاب اخر. تدور على واحد من اصحاب السوء، قول له بص انا متضايق ومخنوق، عايز اخرج من اللي انا فيه، فيوديك بقى حتة الله بها عليم. مش عارف يقولك يلا نشرب ايه، فالله به عليم. يقولك يلا مش عارف نروح فين نفك عن نفسنا، فالله به عليم. انت كده زودت الوجع على نفسك والألم على نفسك والاكتئاب على نفسك. بسرعة قرب من ربنا سبحانه وتعالى، وفكر في طريق ربنا سبحانه وتعالى، وخليك في معيته. ساعتها قلبك هيرتاح وهتعيش حياة مطمئنة مستقرة. ألا بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. من شاء في ظل السعادة هجعة، فها هنا تشاد صروحها وتقام. أو رام نسيان الهموم، فها هنا تنسى الهموم وتنسف الآلام. سبحان من لا هدي إلا هديه، الكل يفنى ويبقى الواحد العلام. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.